السابع عشر في مجموعة الأشواط وشوطنا السابع عشر الخاص. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا بانطلاقة وتحديات الإبكار المحليات الأصايل من أشواط الإنتاج والمنتجين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نسير معكم هنا بتحدي نسير بالإثارة. نتابع هنا انطلاقة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والصدارة والمنطلقة على صدارة هذا الشوط هنا والمندفعة من الجانب الآخر. أو هنا تأتينا انطلاقة الزود خليفة بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي على صدارة وعلى المركز الأول. هناك مشكورة بهذا الانطلاق حمدان بن محمد بن معتوق العامري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث انذار العود بن حمد بن عود العامري وناصية من الجانب الآخر تنطلق بهذا التحدي الجميل. الدكتور سيف بن مطر باللاحج الهايري من تنطلق هنا أيضا على المركز الرابع والمركز الخامس. تأتي عوايد لمحمد بن سيف بن مايد المزروعي. وعلى المركز السادس انطلاقة هنا سليطة علي بن راشد بن سالم برويس اللي اكتبي من يقدم سليطة على سادس المراكز. المركز السابع والانطلاق من هملولة سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها المتميزة. بينما المركز هنا الثامن القادمة شذارة السويدان بن سعيد بن حريرم لقتبي. وتاسع مراكزنا المنطلقة هنا أيضا القيادية خليفة بن حسن بن خليطة الغفلي. وعاشر المراكز هنا تنطلق نصايح في هذه الانطلاقات أو هنا الوصول من الشامخة محمد بن راشد بن سيف الشامسي من تصل هذه الانطلاقات وبهذه التحديات هنا بهذا الانطلاقات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وهنا مشكورة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا حمدان بن محمد بن معتوق العامري تأتي بالصدارة وبالمقدمة. بينما المركز الثاني انذار العود بن حمد بن العود العامري مع انذار على ثاني المراكز. والمركز الثالث الزود هنا خليفة بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي. وأرى هناك غازية من الجانب الآخر للدكتور سيف مطر بسيف اللاحج الهايري من تتسلل من الجانب الآخر هذا الانطلاق وبهذا التحدي. بينما خامس مراكزنا عندك يا برويس هنا سليطة علي بن راشد بن سالم برويس اللي جتبي هنا من انطلق بسليطة بهذا الانطلاق خامسا. وفي المركز السادس عوايد في المركز السادس محمد بن سيب بن مايد المزروعي هاري الزراف يتواجدون بهذا الانطلاق وبهذا التحدي. هنا على المركز السادس المركز السابع شنذارة سويدان بن سعيد بن حضيرم الاقتبي مع شنذارة هذا الانطلاق وبهذا التحدي. المركز الثامن والقادمة مياسة هنا الحاي بن علي بن سلطان السبوسي يقدم لنا مياسة بأول نداء هنا ثامنا. بينما المركز التاسع هملولة سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي. وعلى المركز العاشر الشامخة هنا محمد بن راشد بن سيف الشامسي من تأتينا على المركز. إذا هنا العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى لنا. عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة. غازية من غيرت على الصدارة وعلى المركز الأول للدكتور سيف بن مطر بن سيف اللاحج الهايري من انطلقت بصدارة
الصدارة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني زود على المركز الثاني خليفة بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيالي من تنطلق هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هناك مشكورة حمدان بن محمد بن معدوق العامري أيضا تتسلل بهذا الانطلاق، وصلت سليطة هنا أيضا، وهذا الاسم المحبوب لدى برويس علي بن راشد بن سالم برويس اللي يكتبي من يقدم لنا سليطة هذا الانطلاق وبتحدي. هنا أيضا أكيد من السلالة الظبيانية، هناك من الجانب الآخر يأتينا وينطلق أيضا هذه الانطلاقات والتحديات هنا. ومن تتسلل شنذارة سويدان بن سعيد بن حضير من الكتبي بدأت تتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني المركز الثالث وهنا تأتينا بهذه الانطلاقات مياسة الحاي بن علي بن سلطان السبوسي أن تنطلق بتحدياتها، مشكورة من الجانب الآخر، مشكورة لحمدان بن محمد بن معتوق العامري هملولة حمد بن سالم بن سليم الكتبي قادمة أيضا بهذا التحدي. الله الله الله، هنا بدأ الاقتراب من الجميع، مشكورة من هنا النايلي أيضا قادم، النايلي قادم ولكن من الجانب الآخر هناك مشكورة حمدان بن محمد بن معتوق العامري وبن جاسب هنا أيضا ينطلق بهذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، التحديات قوية، عادت غازية من الجانب الآخر للدكتور سيف مطر سيف الأحد الهايل يسلم. الله الله الله، تحديات قوية ولكن الصدارة مع زود خليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيالي هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المركز الأول. من الجانب الآخر غازية من الجانب الآخر الدكتور سيف بن مطر بن سيف الأحد الهايري، وهنا شذارة سويدان بن سعيد بن حضير من الكتبي غادرنا الكيلومتر الأخير وهنا الزود من انطلقت بصدارة انطلقت بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط خليفة بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيالي من تسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق تنفرد بصدارة تنفرد بالمقدمة وبالمركز الأول، تسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة. هذا الانطلاق هذا الأداء الجميل، سلام للنايفة هناك بمدينة العين مدينة الخضرة والجمال. ها هي بدون أي أوامر عصاها قوس ترقص على أرضية الميدان بانطلاقتها وتحدياتها. تهانينا خليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيالي على فوق زود بالمركز الأول وتحدياتها المتميزة. ها هي تنطلق، ما شاء الله تنطلق بالأداء المميز والأداء الجميل والعرض الأجمل هنا في انطلاقتها وتحدياتها ولحظة وصولها، وها هي استراحة المحارب تعلن الفوز والناموس. تهانينا لسيد مبارك بن السيد خليفة بن مبارك بن خليفة بن زارة لخيري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت مصدر هنا أيضا دامن حمر بطعي بن رضي الكتبي. المركز الثالث وصلت شذارة. المركز الثالث لسويدان بسعيد بن حضير بن الكتبي. المركز الرابع غازية هناك للدكتور سيب ومطار بسيب الأحد الهايري. وعلى المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام كانت التحديات جميلة، ونعود إلى التوقيت الزمني هنا وانطلاقة وتحديات هذا الأداء المميز هنا وانطلاقة أيضا زهود مبارك بن خليفة أو خليفة بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيري. هنينا لو ناموس على هذا الأداء المميز.
تسع دقائق 16 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثالث توقيت زمني للزود تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني من حلت على المركز الثاني هنا وانطلاقة مصدر لحمدان بن حمل بضعيف بن غدي الاكتبي. تسع دقائق 19 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية ثندارة أتتنا على المركز الثالث السويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، قاطعة مسافة 6 كيلومترات. تسع دقائق 20 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.